ما ذكره وزير الدفاع الإيراني، حيث قال إن العراق وإيران وسوريا ودول غرب آسيا هي التي يتعين عليها أن تتولى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تصريحات وزير الدفاع الإيراني جاءت بعد يوم واحد من اتفاقيات مهمة استراتيجية مهمة بين بغداد وعمان والقاهرة. هل تعتقد تصريحات وزير الدفاع الإيراني هذه جاءت كتنبيه لبغداد، كإنذار لبغداد، كوغزة مثلا؟ تحية طيبة لك أستاذ أحمد، فرصة سعيدة مضى علينا وقت لم نلتقي بجنابكم. الله يعني أولا أستاذ أحمد، العراق دولة ذات بعد استراتيجي وذات موقع جغرافي وذات يعني صلة سياسية وإدارية وتاريخية عبر العالم، والعراق يقع في منطقة حساسة يعني يكاد يكون يفصل بين أوروبا وبين آسيا، والعراق يشكل مفترق طرق لكل هذه الدول المتاخمة والمحيطة به. لذلك على العراق أن ينأى بنفسه عن فلسفة وعن سياسة المحاور، بمعنى أن يقف على مسافة واحدة من جميع دول المنطقة والدول المتاخمة له، لأن لا خلاص ولا حل إلا بالتساوق والتساوي بعين واحدة بالتصرف والنظر إلى هذه المصالح على أنها مصالح براغماتية، بمعنى أنه من ينفع العراق أكثر نلجأ له. وطبعا العراق يشكل عليه الاهتمام بالدول حسب الحدود الملتهبة بينها وبينه، وحسب الحدود الشاسعة، وحسب التجارة البينية. يعني هناك تجارة بينية ترتقي إلى مستوى أكثر من 20 مليار دولار بينه وبين تركيا. العراق يكاد يمثل الرئة المتنفس الاقتصادي الوحيد إلى الجانب الإيراني، والإيرانيون فرض عليهم حصار طويل الأمد. وكذلك العراق يحظى بعلاقات جيدة ولا بأس بها مع الجانب الأردني، فضلا عن الجانب السوري والجانب السعودي. لذلك العراق يطمح يعني بنفسه ويتطلع إلى أن يكون دولة يعني دولة تستثمر أجواءها وتأخذ التاكس من كل طائرة مرور، تستثمر وجودها البري، تستثمر وجودها البحري، تستثمر ممراتها المزمع إنشاءها عبر سكك حديد مختلفة الأطراف. يعني عليها أن لا تخضع الممرات الجوية والبرية والبحرية إلى أي أجندات وبروباغاندات سياسية، لأن هذه إذا وقعت تحت طائلتها ستتعرض إلى مزيد من الخسائر. والعراق عليه أن يتعاون وأن تتعاون جميع دول المنطقة. أستاذ أحمد، هل تعلم بأن الشهر المنقضي الأمن الوطني استولى على أكثر من طن من مادة الكريستال، بمعنى أكثر من 6,200,000 حبة كادت أن تعبر عبر الأراضي العراقية إلى الكويت، وأيضا قبل يومين أيضا كانت هناك شحنة كادت أن تعبر إلى الكويت. الآن العراق بعد أن كان ممرا للمخدرات أصبح الآن مستهلكا ومتاجرا وساحة نشطة للمخدرات. المخدرات تكاد تكون تضرب وتمخر عباب الشباب والمجتمع العراقي. لذلك المجتمع العراقي بتقاليده وأعرافه العريقة لم يعتد أن يتم معاقرة المخدرات بهكذا استشراء وهكذا توسع.